مرحبا، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير صوص الشوكولا لتغليف الكيك بمكونات موجودة بالبيت. عنا نص كوب حليب بودرة، نص كوب كاكاو، نص كوب سكر، نص كوب حليب سخن، نص ملعقة صغيرة نسكافيه أو قهوة سريعة الذوبان، كمان ملعقتين طعام زبدة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حط الحليب، السكر، الكاكاو، كمان حليب البودرة، خلطناهم مع بعض. هلا بحط فوقهم الزبدة. بحط النسكافيه، كمان بخلطهم مع بعض. انتهينا من الصوص. اخذ معنا تقريبا بالتحضير حوالي دقيقتين. هيدا شكل نهائي. هلأ بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة. هيدا صوص الشوكولا اللي عملته أنا وياكم بعد ما برد منيح بحرارة الغرفة بهيدا الشكل. كتير رائع. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.